تشهد أحيانا نهارا وتكون مثيرة للغبار. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، والصغرى بين 23 و29 درجة مئوية. ولمعرفة المزيد يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال المباشر بالمركز. نلقاكم غدا بإذن الله.